السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لو تارو يسدد كرة خطيرة، يتابع يونغ كرة بالشبكة 1-0، هدف من فريق الانجليزي أشلي يونغ بلمسة واحدة، إغارة موسو النيراتسوري سامبري جول، دائما يسجل في جوزيبي مياتسا. كرة الثاني والثاني والثاني والثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني عن فريق إريكسون. كنت أردد الثاني والثاني والثاني، الدنمارك يسجل الثاني. كرة سددها تجاوزت حائط الصد، بات موسو لو دارو يسجل ثالث اهداف لينتر. على يمين موسو اللي انتر يتقدم 3-0 على حساب دينيسي، تقدم سريع لفريق والرابع قريب، بيرسات الرابع يا ولد يا كرواتي. الكرواتي يضع كرة في زاوية بعيدة لموسو، وهدف يستحق ان يوضع في خانة الاجمل في مرافيا يلعب كورة في العرض، والهدف. الكرة تحبك يا وحش، الكرة تحبك يا لوكاكو، الكرة احبت لوكاكو، يا له من حب، انت محظوظ يا وحش. كرة تضرب العارضة وتلامس لوكاكو مرمى الانتر، روبرتو بايرارا يسجل هدف لصالح اودينيزي، واخيرا اودينيزي يسجل في مرمى الانتر، يسجل في مرمى الانتر بعد 6 مباريات متتاليه. يعني كلنا نثر الله على كره، الله على كره، الله. انا لا اقوى على سحرك الخالص، انا لا اقوى على فنك الخالص، انا لا اقوى على الله للمان سيتي، الله الله الله، لا 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 يا المان سيتي، لا. روعه الكره الماضيه، روعه الهدف الملعوب ب7 مليون. هنا محاوله ثالث، فودين فودين فودين، الله. مصلحة المان سيتي بتوقيع الصغير تحت اشراف اغويرو، اغويرو يتقدم، اغويرو يتقدم، الله. مصير الكبير ان ينهي الامور هكذا، مصير الكبير ان ينهي تركيا او من مدينة اسطنبول طبعا، بالراس، الله. تنفيذ الركنية، تعدي كورة، والهدف الأول، ساديو ماني، جول، هدف أول لليفربول، يأتي من كورة ثابتة، عداد أمام 4 مدافعين، ماني وحده في القائمة الثانية، يبغي التاج، عداد ساديو ماني، ساديو ماني، والهدف الثاني، جول، عمل كبير من محمد صلاح ينهي كورة من تارجت، كورة جول، كورة جول، كورة جول، برتران تراوري، وين ديفان بلوز؟ أين هو ديفان بلوز؟ هدف من نار، في يتقدم الغازي، الهدف الثاني في هذا الشوط الثاني لأسف الكرة، سلام، والجول، كرة جول، برشلون تشيلسي من بعيد، لما جاك حكيم، لما جاك حكيم، شوف المغربي بكرة التحدي. A flying start for Manchester United and for Anthony Elanga.
Another Manchester United youngster steps off the Old Trafford production line. Fabio Silva now. Optimism here for Wolves. Semedo! After being eerily silent for so many months, Molyneux finds its voice. And Wolves find... And Mata makes it look so simple and dedicates the goal to his mother, who he lost recently. Working it into the path of Chambers to try and deliver the cross. This is Pepe! It's a beautifully taken goal. And Arsenal have the all-important breakthrough against Brighton as they search for continental qualification on this final day. Nicola for Pepe, he might be in again, and goes for goal again, scores again. It's another stunning strike from Nicola Pepe to double his and his team's tally. Arsenal beginning to enjoy themselves on the final day. And look. التصدي هل يسجل للسار أول الأهداف؟ الله! بدأت الحكاية! بدأت الحكاية! وللسار أول والفرد ديدي صن في عملية الصناعة حركة! الله! سجل هاري كين هدف التعادل! نعم يفعل ذلك! ركلة جزاء دوري الأبطال نعم 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 يفعلها جيمي فاردي ويسجل ثاني الأهداف موسما ممتاز للغاية رغم الغياب وهنا يأتي التعادل جول يأتي لمصلحة توتنهام هاري كين لا يريد إلا أن يفعل ذلك جارث بيل الله 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 فرانك كيسيه أمامنا هنا بثقة على إيفواري كيسيه صعبة ويضع الميلان يضع روسونيري أمامنا هنا في المقدمة بعد مرور 42 دقيقة إما دقيقة 43 ركلة التأكيد فريق باريس سان جيرمان منقولة كرة عالية خطيرة تأتي جول الله جول بابي جول 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 وكيزا جول وجول نعم الهدف الأول من كيزا لليوفي في الدقيقة الخامسة من انطلاقة المباراة يا سلام با 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 روعة يا سلام عليك يا باولو ديبالا بروعة لعبة أرجنتينية عالمية في منتهى الروعة من باولو مرة يبحث من هنالك على المرمى كيلوسوفسكي خطيرة وبابا داو أدريان رابيو جول لعبة ثلاثية من أروع ما يكون رابيو جول يسجل حتى ما زال من أمام أوي 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 جول أوي 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 جول وضع التسلل من ألفارو موراتا في اللعبة الماضية نهاية موسم على ميدانه يعني ومرة أخرى جول مرة أخرى وجول ريكاردو أورف أشلي يونغ بلمسة واحدة إخالت موسو النيراتسوري سيمبري جول دائما يسجل في جوسيبي مياتسا هذه المرة أشلي يونغ الكل يلتف حول اللاعب الإنجليزي اللقاء الأخير والثاني الهدف الثاني عن طريق إريكسون كنت أردد الثاني أبان ماركي سجل الثاني كرة سددها تجاوزت حائط السد ثاني أهداف الانتر
عن طريق إريكسون. الدنماركي وقع الكرة الثانية. اثنين سو لوطارو يسجل ثالث أهداف لإنتر. على يمين موسو اللي إنتر يتقدم 3-0 على حساب دينيسي. تقدم صريح لفريق الإنتر. أكبر اتصال للإنتر في ميلانو. بيرساتش الرابع يا ولد يا كرواتي. الكرواتي يضع كرة في زاوية بعيدة لموسو وهدف يستحق أن يوضع في خانة الأجمل في هذا المهرجان. المهرجان في هدف رابع. الكرنفال في رباعية يلعب كرة في العرض والهدف. الكرة تحبك يا وحش، الكرة تحبك يا لوكاكو. الكرة أحبت لوكاكو، يا له من حب. أنت محظوظ يا وحش. كرة تضرب العارضة وتلامس لوكاكو. 5-0. ألم أقول لكم بدخول بيرساتش لوكاكو؟ الرابع سيأتي والخامس سيأتي. روبرتو بايرو يسجل هذا.